يعني هل نفهم بالتالي سيد أحمد من ذلك بأن كل هذا التسويق بأن على حرص الكتل السياسية من وراء التأجيل هو لضمان نزاهة الانتخابات كلام فارغ، وأن الهدف بالتالي هو ترتيب البيوتات السياسية؟ لا، هو اللي عنده نية للإصلاح نية حقيقية ويعمل بجدية ما يفرق عنده تكون انه الانتخابات مبكره حتى تنسجم او تاتي موازيه الى رغبه الجمهور اللي هو راح يمارس او يشارك بالعمليه الانتخابيه بشكل واسع. لكن تاجيل الانتخابات بهذه الحجج حقيقه هي من اجل تحقيق المصالح الخاصه لهذه الاحزاب وهذه القوى السياسيه. نعم، هناك مبررات ضمنيه تؤكد على انه فعلا فوضى الانتخابات رغم استعدادها وإعلانها عدة مرات على أنها تضمن إجراء الانتخابات، لكنها ما ضمنت نزاهة هذه الانتخابات، لأنه في هذا الوضع اللي وضعوه الأخوة في مجلس النواب والسياسية الموجودة اليوم متمثلة في مجلس النواب لهذا القانون الأخير، هو اللي يطلع عليه واللي يعني المختص في مجال القانوني والدستوري والانتخابي يطلع على هذه النصوص، نجد انها يعني هي نصوص تلبي رغبه الاحزاب على اجراء عمليه التزوير والغش مره اخرى، لانه اليوم يعني من ضمن هذه النصوص هو السماح الى الناخب ان يستخدم البطاقه الانتخابيه السابقه وإذا لم يستطع أن يحدث على البايومتري. فالمفوضية أصبحت في حيرة عندما ألزموها الرئاسات الثلاث أو طلبوا منها أن تكون الانتخابات نزيهة. أبو المفوضية أعلن أنه ليس من اختصاصه أن تجري عملية النزاهة على أساس القانون. يفترض أن يعدل.